الفيديو الثاني في تحدي الفلوجرز المصريين كل يوم فيديو لمدة 7 أيام. اللي ما يعرفش أنا دخلت التحدي ده أنا ويوتيوبرز مصريين وفلوجرز نعمل فيديو لمدة 7 أيام كل يوم، وعملت فيديو امبارح عن إزاي تقوي الأعصاب بتاعتك أو إيه هي التمارين اللي تقوي قوة تحملك. هتشوف الآي بتاعه هنا أو هنا. دايما بنسى والله. تقريبا هنا. المهم هيعجبك جدا يعني، والنهارده الفيديو التاني. طبعا احنا في البيت وباين جدا من لبس البيت يعني. في ناس بتسالني ايه دي، هو طبعا عشان ما بنزلش من البيت وممنوع نزور من البيت خالص، فانا مش عارف احلق فبلبسها. عشان ندخل على موضوع الفيديو على طول. طيب، في وسط القرارات اللي حصلت في مصر الايام اللي فاتت دي كده، كان في قرار مهم جدا، هو ممنوع الشيشه في القهاوي او ممنوع الشيشه عموما في اي حته. فده خلانا نفكر، هو ليه الناس اصلا بتشرب شيشه في اي حته، او ليه الناس اصلا بتشرب سجاير؟ فقلت ممكن اعمل عليه فيديو النهارده. فالفيديو النهارده هو انت ليه بتشرب سجاير او ليه بتشرب شيشه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا كريم عفان بقدم محتوى بيستر موتيفيشن سبيكر. ادخل كده اقول لك لفه، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا في موضوع الحلقه على طول. انت زيتوا من المقدمه ولا ايه؟ ده لسه ثاني يوم، ده احنا لسه 5 أيام مع بعضينا. انا مش جاي النهارده عشان اقول لك ايه هي اضرار الشيشه او ايه هي اضرار السيجاره. في 5,000,000,000 فيديو موجود على اليوتيوب بيتكلم عن اضرار الشيشه واضرار السيجاره. انت لو جبت اصلا علبه السجاير ذات نفسها مكتوب الاضرار بتاعتها. فانا مش جاي عشان اقول لك ده خالص، انا جاي اقول لك انا ليه ما شربتش الشيشه في حياتي خالص او سيجاره في حياتي. يمكن يكون السبب بتاعي يبقى هو ده اللي يخليك تبطل شيشه، او هو ده اللي يخليك تستمر انك ما تشربش شيشه ولا سيجاره في اي يوم من حياتك خالص. انا ككريم الحمد لله ما دخلش في بقي ولا سيجاره ولا شيشه من ساعه ما اتولدت تقريبا. وكان عقلي او الحاجه اللي في مخي دايما ان انا مش عايز اشرب ده، ان ملهمش لازمه. هو ليه الناس اصلا بتشربه؟ انا ليه اشرب حاجه وانا عارف ان انا برمي نفسي الى التهلكه، وعارف كل الناس بتشرب شيشه او بتشرب سجاير عارفه اللي ده هيضرهم مستقبليا، مش هيضرهم دلوقتي. في ناس بتتضرر دلوقتي اصلا ويقول لك انا يوم ما اكون عايز ابطلها هعرف ابطلها، وفي يجي في الاخر يقول لك انا مش عارف ابطلها والكلام ده. هو حوار اصلا اليوم ما انا عايز ابطلها انا هعرف ابطلها، هو دي حجه هو بيقولها لنفسه علشان ما يبطلهاش، او عشان يوريك قد ايه هو جامد والموضوع هو لا انا مسيطر عليه. هي مش كده خالص. حتى الفيب اللي مع الشباب اليومين دول يقول لك ده اقل ضررا، بس خليك كده بس معايا بس يعني شويه. هو كميه الدخان اللي بتطلع منك في الفيب من شفطه صغيره بس، هل ده مش مضر خالص، او هل ده ما فيهوش اي اضرار خالص؟ يعني الكلام مش منطقي بصراحه، او يعني انا مش مقتنع بيه. ازاي انت كميه الدخان دي كلها بتطلع من بقك وبتحس اللي فيه غابه كده حواليك من الدخان، او حد بيولع مثلا ويقول لك ده اقل ضررا من الشيشه والسجاير؟ فانا مش مقتنع بالحاجات دي. اللي جاي اقوله لك انك المفروض تقعد مع نفسك وتسال نفسك انت ليه بتشربها. هل هي روشنه؟ يعني مثلا في الافلام او المسلسلات بتلاقي دايما البطل وهو متنرفز مثلا كده بيقوم مولع السيجاره وعامل كده، او مثلا بعد مثلا ما ينتم من الاعداء بتوعه فيكفي نفسه بالسيجاره. فهل انت مفكر ان دي رجوله مثلا؟ هل دي مثلا روشنه فانت هتعجب البنات مثلا؟ او على فكره البنات اصلا بتشمئز من الناس اللي بتشرب سجاير، مش بتشوفهم ان هم رجاله خالص. فحوار اللي انت بتشرب سجاير عشان البنات تعجب بيك هو ده فاكس، عشان ما حدش اصلا بيعجب بواحد بيشرب سجاير. وخليك عقلاني شويه، فين البنت اللي هتبقى عارفه ان مثلا حبيبها بيشرب سجاير وعارفه ان هو هيتضرر بعد كده، او ده هيسبب لها مشاكل بعد كده انها تجري عليه في المستشفيات والكلام ده؟ مين بنت هتوافق بواحد زي كده؟ فما تقنعنيش ان البنات والكلام ده عشان ده فاكس. فهل انت مثلا مفكره اللي هي رجوله مثلا دي شهامه منك ملهاش لازمه برده؟ طب ما هو في ناس بتشرب سجاير ومفكره نفسها راجل ومش رجاله خالص. وفي برده حاجه برده حد قالها لي زمان وهو بيشرب برده سجاير، هو كان صاحبي يعني، قال لي انا بشرب سيجاره عشان اطلع الغضب بتاعي او اطلع الغل بتاعي، او لما بكون مخنوق بشربها عشان اروق على نفسي. فهل دي الحاجه اللي هتروق فيها على نفسك؟ هل دي مثلا حاجه انت وانت بتطلع مثلا دخان فانت بتطلع همومك زي ما الناس بتقول كده؟ كلام مش منطقي، انا مش مقتنع بيه بصراحه. يعني ازاي تشرب سيجاره عشان تطلع همومك؟ طب ما انت ممكن تصلي ركعتين، ممكن تروح تعمل اي حاجه انت بتحبها، ممكن تعمل اي حاجه، ممكن تجيب شوكليت مثلا هيعلي نسبه السعاده بتاعتك والكلام ده. فكره ان انت تشرب سيجاره عشان همومك تطلع معاها مش مقتنع بيها برضه. وخد بقى على كده بقى مليون سبب من الناس اللي بتشرب سجاير، ولو جيت فكرت فيها بعقلانيه هتلاقي ان هي ملهاش لازمه.
هي مش منطقيه. انت هتبقى مبسوط لما تكون انت بتشرب السجاير ولما تيجي تكبر سنانك تصفر وصحتك تبقى على قدك ومش عارف تاخد نفسك وبتنهج بسرعه والكلام ده؟ هل ده اللي انت عايزه يعني؟ هل ده اللي انت بتطمح ليه؟ ما هي دي اخرتها، مش هتوصل لحاجه اكتر من كده في السيجاره. لا اما بقى لا قدر الله تموت وتتوفى، فانت بتودي نفسك لايه؟ انت حرفيا بتودي نفسك الى التهلكه. يعني انت عارف ان دي هتسبب لك مشاكل في حياتك وبرده بتاخدها وبرده بتشربها وملهاش لازمه، بعد ما بتخلصها بترميها عشان تولع واحده تانية. انت ما استفدتش حاجه، مفيش حاجه دخلت جسمك مثلا محفزه ولا اي حاجه. هي فيها نسبه نيكوتين تقريبا على ما اظن، بس انت على فكره ممكن تاخد نفس نسبه النيكوتين دي من الشاي او من القهوه. فده السبب الرئيسي اللي خلاني لحد دلوقتي ما اشربش سيجاره او شيشه او اجرب فيب، انها ملهاش لازمه. يعني انا متعود دايما في حياتي ان انا بعمل اي حاجه لازم تكون فيها عائد ليا او عائد لصحتي او عائد اي عائد انا فيدباك هاخده بعد ما اعملها. ده بالعكس، ده هيجي لي بعديها فيدباك او رد فعل سلبي او سيء على صحتي وعلى نفسي، فانا ليه اخدها اصلا وادفع فلوس على الفاضي؟ فحاول في فتره الحجر الصحي اللي احنا قاعدين فيها دي تقلل السجاير شويه. طبعا الشباب لو انت بتشرب سيجاره او بتشرب حاجه ورا اهلك، فانت كده كده قاعد معاهم ال 15 يوم الجايين. فحاول انك تاخدها تحدي مع نفسك انك لا، انت مش هتشرب حاجه في البيت على الاقل في الاول، والناس اللي بتشرب واهاليها عارفه. حاول برده تاخدها برده تحدي مع نفسك انك تخرج من الحجر الصحي ده وانت نضيف، وانت فعلا في حاجه متغيره عندك او في حاجه انت بطلت تعملها وحشه او في حاجه انت اتعلمتها جديده. حاول تطلع منها باي استفاده وخلاص، بدل ما انت قاعد في البيت ما تعملش اي حاجه. فالسجاير لو فكرت فيها منطق وعقل ملهاش لازمه. انا عارف ان في ناس قالت لك نفس الحوار ده، وممكن يكون كمان قالوا لك نفس الجمل ونفس التبريرات اللي انا بقولها، بس فكر فيها بعقل شويه، وممكن يكون كلامي ده ياثر فيك او تجربتي اللي انا ما شربتش اي حاجه من دي تاثر فيك فعلا، وما تشربش حاجه. او لو انت بتشرب يعني توقف الحاجه اللي انت بتشربها دي عشان ملهاش لازمه. وده الفيديو بتاع النهارده عن السجاير. فبعد ما اتفرجت على الفيديو ده عرفت فايده السجاير ايه، او لقيت مثلا فايده للسجاير انت بتاخدها، صحتك بتروح منك وانت بتشرب كل سجاره وبتخلصها وبترميها عشان تشرب اللي بعديها. فوقف السجاير انت بتشربها، وقف الشيشه اللي انت بتشربها. لو انت معاك فيب ملهوش لازمه برده، فكر برده بعقلك شويه. وبس موضوع الحلقه يكون خلص النهارده. انا حاولت النهارده ان انا دردش معاكم شويه في حاجات في حياتي، يعني مثلا السجاير انا ليه ما بشربهاش والكلام ده. وده تاني فيديو ليا من التحدي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتعمل منشن لصاحبك اللي بيدخن وتقول له يمكن يستفاد، ولو انت ما بتدخنش برده اتفرج برده عليه عشان يبقى برده عندك الفكره في دماغك للمستقبل لو حد وزك انك تشرب اي حاجه والكلام ده. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر تحت هنا دي كده عشان يجي لك اي ابديت في حياتي او اي حاجه في الفيديوهات والكلام ده. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.